السوشيال ميديا دي هي اكبر كذبه في التاريخ. عارف ليه؟ لان المشكله كلها ان حضرتك بتخش عند اي حد من الناس الانفلونسرز ولا البلوجرز ولا اي حد، ولا حتى عندي في وقت من الاوقات كده تلاقيني بنزل ستوري ان انا الله ام انجوينج وانا مبسوط وبتاع، في قد ايه؟ في 15 ل 30 ثانيه انت بتشوف الكلام دوت، صح كده؟ بعد ما بتقفل الستوري عقلك بيبدا يبني فوق الستوري البسيطه اللي انت شفتها دي خيال لحياه كامله انا او اي حد من الانفلونسرز ولا البلوجرز عايشينها. في الوقت ده انت بتلاقي ان السقف بتاع الحياه رفع عندك رفعه مش طبيعيه، وبتقعد تحاول انك تروح للحته دي كتير وما بتعرفش، فبتحبط، ولما بتحبط بتتضايق جدا، وبالتالي بيخلق عندك حاجة اسمها السوشيال ميديا ديبريشن او اكتئاب السوشيال ميديا. كل انا عايزك تعمله يا عمي اللي انت بتشوفه دول 15-30 ثانية انا صورتهم وانا مبسوط ونزلتهم، بس حياتي مليانة مشاكل، حياتي مليانة شغل، مليانة تعب، مليانة مجهود ببذله، انت ما بتشوفوش. عشان كده ما تصدقش كل حاجة على السوشيال ميديا، لان مش دي بس الحياة، الحياة فيها حاجات كتيرة جدا، فيها تحديات وفيها مشاكل وفيها صعوبات وفيها مجهود وفيها تعب وفيها شغل وطحنة ليل ونهار، انت بتشوفوش، انت بس بتشوف الجود بارت او الجانب الجميل من الموضوع. ما تبنيش خيالك على الجانب الجميل، لان يعني في جانب صعب جدا 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 عشان الجانب الجميل ده يتكون. فكر فيها.